نعم، نحن أتذكر أول قرار كان للبرلمان هو التدخل، طلب التدخل الخارجي. يعني أنا البرلمان يعتبر مجرم، مجرم يعني نفس إجرام حفتر. أحد أعضاء البرلمان قد ذكر طلب عمل تفجيرات ومفخخات في طرابلس، يعني عضو بالله عليك في أي بلاد هذه يطلع عضو برلمان ويطلب أن يديروا مفخخات وتفجيرات في طرابلس؟ الأعضاء البرلمان هم اللي يطلبوا في السلاح من الخارج، يعني وهم اللي والحكومة هي اللي تسيل الفلوس لحفتر، باش يعني ملايين الدولارات سيلها التنين لحفتر باش يجيب السلاح من الإمارات. الدول طبعا العملية على ليبيا مؤامرة متكاملة، يعني وفيها دول أجنبية الدور بتاعها تخريبي، يعني كيف مثل دولة الإمارات اللي هي مسيطرة تسيطر كامل على حفتر، يعني يعتبر حفتر أداة في يدها، يعني ملاش أي كلمة معاهم، يعني هو اللي يقولوا لا ينفذوه. والسيسي طبعا يعني فالدول الخارجية هذه وظيفتها انها تخرب ليبيا، يعني حتى سمعنا نحن في برنامج انه بيقسموها ولا طيب، فواضح انها